إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي جميع الأصحاب، ونتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير. وكنقول لكم واحد الخبر ماشي مفرح ولكن خبر صادم بزاف، بأن السنة ديال 2023 راسانة صادمة، يعني حاليا توصلنا بالعديد من الزيادات، العديد من المواد، شي أثمنة خيالية خيالية. المهم داكشي غادي نشرو بشوية بشوية. المهم الموضوع ديال اليوم اللي عنده هو البيض. البيض اولا غادي ندوي على الثمن ديالو، وغنقول لكم السبب اللي كيخلي البيض يرتفع وينخفض، شنو هو السبب اللي كيخلي يرتفع وينخفض باش كلشي يعرف. ومهم معلومه اللي بغيت نوصل هنا، بان بنادم خصو ياخذ القياس ديالو ويمشي على قدو، تدوز هاد السنه ديال 2023 بخير ولا خير، حيت بانت هاد البيض داخله صعيبه بزاف. الله يحسن العوان المسكين والله يدير لي فيها الخير الجميع. المهم ما عليناش، البيض كما قلت لكم البيض الثمن ديالو في السوق هو 94 فرانك 93 فرانك، يعني 19 ريال و4 فرانك و19 ريال و3 فرانك. اما هذيك الشارفه اللي صغيره الجاف ورقيقه فالثمن ديالها هو 90 فرانك، يعني 18 ريال ولا 18 ريال وريال ولا 18 ريال و2 ريال. المهم الثمن باش كيبيعوا التجار كيبيعوا لهم 19 ريال و2 فرانك ولا 19 ريال ولا تقريبا درهم، يعني كل منطقه على حساب الثمن ديالها وعلى حساب السيد اللي كيتعاملوا معاه. المهم ها هو الثمن دوزناه. نجيو دابا للسبب اللي كيخلي الثمن يطلع يهبط. الثمن اللي كيخليه يطلع يهبط هما التجار والسماسريه اللي كيصيفطوا البيض خارج ارض الوطن. ملي كيبقى عندهم ستوك قليل كيهبطوا الثمن وكيبيعوا بثمن قليل، باش ملي ياخذوا عند صحاب الفيرمات يقولوا لهم راه الثمن ديال البيض راه طايح وياخذوا بثمن قليل. وملي كتكون عندهم لا كونتيتي موجوده كيقادوا الثمن كيطلعوا الثمن كيبيعوا باش ما بغاو. والوحيد اللي كتصيد في هذه القضيه هذه هما التجار والمواطنين المستهلكين اللي في الاخر. مهم اخوان، نتمنى الفيديو يكون نفعكم، نتمنى تكونوا استفدتوا، وما تدعمونا بالبارطاج باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لجميع الصفاء، اعانكم الله.